عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السائل الكريم يسأل يقول: أنا طالب في التحفيظ ولم أختم القرآن، وكلموني مدرسين تحفيظ أحد المساجد أني أجي أدرس معهم، وأنا رفضت بسبب أني أريد أن أتقن وأعلم نفسي أولا ثم أدرس، ولكنهم قالوا انزل واكسب أجر التدريس القرآن وأجر الدعوة الله والتربية وربنا. نقول إخواني طبعا هذا كلام حق يراد به باطل، وينبغي أن تتسع صدوركم لكلام هذا. الضابط عندنا كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا قال ربي عز وجل؟ قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. بوب البخاري في كتاب العلم: باب العلم قبل القول والعمل، هذا رقم واحد. أمر الثاني حديث عثمان المشهور في الصحيح: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا كلام مين؟ كلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي زكى الله نطقه فقال: وما ينطق عن الهوى. خلينا من كلام مدرس التحفيظ متحمسون ويحبون الخير، لكن كم مريد للخير لا يدركهم، وكم من إنسان ما أتقن القرآن ولا عرف شيئا في التجويد، نزل فعلم فأفسد، أعني أنه علم على جهل. ولذلك النبي قال: خيركم من تعلم القرآن وعلم. فالخيرين تتعلم ثم تعلم. كان قالون عيسى بن مينا تلميذ الإمام نافع يقرأ عليه كل يوم آية، فكان تلميذا عند نافع 50 سنة، بعد 50 سنة أخذ يعلم. حنا الآن جلس شهر شهرين يبي بكرة يكون الأستاذ الفلان يقعد للحلقات، فنقول: أخي المبارك لا تسمع لهؤلاء، فإنهم هم تكلموا واجتهدوا بغير علم وعفى الله عنهم. والضابط كما قلت لك بالقرآن والسنة، والأمر في ذلك واسع جدا، أي في الأدلة وفي سردها، لكن لا أريد أن أطيل، يكفي آية وحديث لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. تعلم أولا واسمع كلام شيخك. شيخك ماذا قال لك؟ قال لك: يا ابني ناس كثير فعلوا مثلك فانشغلوا عن القرآن وعن العلم. شيخك هذا هو الذي يسوقك إن شاء الله بعصاه إلى الجنة وبنصحه إلى السنة، فالزم غرزه ودعه، وهو صاحب خبرة لا شك في ذلك. هذه نصيحتي لك وإخوة الكرام المباركين، والله المستعان. صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم، أخذ دعوانا الحمد لله رب العالمين.